السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويا مرحبا. طبعا الفيديو هذا بجاوب على سؤال مهم جدا ويتكرر، وكذلك كل فارس أو حتى المبتدئين دخولهم مع الخيل يفكر ويسأل نفسه كثير، ليش حنا بس نركب من اليسار؟ ليش الناس كلهم يقول اركب من اليسار؟ ليش وليش؟ طبعا الهدف الوحيد اللي يخلينا أو المقنع اللي يخلينا نركب من اليسار كبدايتنا مع الخيل وكزمن الأولين والفرسان وحسب أمور أسلحتهم، كان الفارس أول معاه السيف وإقراب السيف كامل وين بيكون؟ بيكون بالاتجاه هذا، فكان السيف معرض مع الجنب، فما يناسب الفارس إذا كان سيفه معانا يركب مع اليمين. ليش؟ لأن بيكون الزايد من الجهة اليسرى لي أنا، وأجي أنا أركب كذلك من الجهة اليمين راح أضايق الحصان واصقع بالسيف الحصان، قد تكون بعض السيوف ما لها قراب فصعب انه يركب مع الجهه اليمين فيضطر انه يركب من الجهه اليسار، كذلك الرمح يكون زايده مع الجهه اليسار بالنسبه لي فصعب اني اطلع من هنا. يعني مثلا عطنا السيف اللي معك، هات، فكان مثلا هذا السيف الان وحاطه في قرابه، لان ليش حط؟ طيب البعض يقول يقدر يحط السيف في الجهه اليمين، طيب اذا حط السيف في الجهه اليمين صعب انه يطلعه في اليسار، فالاغلب الناس في اليد اليمين فيكون السيف في الاتجاه هذا، فخلاص صارت عاده متوارثه وخلاص على كل خيل نتعامل معها ونعسفها نعودها ان احنا نركب من الجهه اليسار. فانا لو جيت في الشكل ده امسك الحصان وخلي جهتك، تعال من هنا عبدي، لو جيت انا مثلا بركب من الجهه اليمين تمام وهذا السيف عندي، كل ما جيت اركب يسقى الحصان على طول، الزايد منه يقطع الحصان، ولكن لو جيت مع الجهه اليسار وقف الحصان، بس ما جو كذا وقف، ايوه لو جيت من الجهه اليسار لي حريه في الركوب، الزايد من السيف او السلاح ما يسقى الحصان ابدا، فهذه هي الجهه المناسبه. ومن ناحيه ان العالم تعودت على الشيء هذا خلاص، يعني طيب ترى ما في مشكله انك تركب من اليمين او اذا عودت حصانك، يعني مثلا انا متعود ان اسوق بالجهه اليسار في السياره، فجاه تغير علي على اليمين تتلخبط امور كثيره انا ماني متعود عليها، كذلك الحصان، فخلاص انا اعسف الخيل، هذا يعسف هذا، اغلب الناس تعاملهم حتى بالمقاوده يكون انا او الفارس يكون بالجهه اليسار. سواء في المقاودة سواء اللهم صل محمد في ركوب الخيل، والأغلب في ركوب الخيل مقاودة، ممكن مع ممارسة كثرة أشخاص على الجواد أن يتعود أن يقاودوا من اليمين أو اليسار، هذه حتى يعني أمورها بسيطة، ولكن الخيل أغلب الخيل خلاص تعودت أنها تمتطى من الجهة اليسار أو الجانب اليسار زي ما نشوف هنا، ولكن لو أجي الحصان، بس أنا بالنسبة لي مثلا حصاني مرة أجي يمين أجي يسار ما في مشكلة بالشيء الجو، بالنسبة للخيل وكتفكيرها ما عنده مشكلة إلا حاجة واحدة، إنك إيش تنسق أو تعلمها أن عادي تمتطى من اليمين، ولكن بالنسبة لنا الفرسان سابقا وفي قديم الزمان كانت سلحته كلها زوايدها في اليسار، فصعبة أنه يركب مع الجنب اليمين يسبب مشكلة مع الحصان. يعطيك العافية عبده، وشكرا عبد الرزاق، وثانك يو.